عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. هكذا وعلى بركة الله وحفظه مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء ننطلق مع شوطنا الذي أعلنت انطلاقته الخامس في المجموع لهذا اليوم مخصصا للإبكار الثنايا المحليات الأصايل. نذهب إلى المقدمة لكي نتابع بداية هذا الشوط والمركز الأول من أعلنت حضورها على الانطلاق ريمة حمد بن خويتم بن بخيت العامري، بينما في المركز الثاني نقلتنا إلى الساعة مسلم بالطير بن سهيل العامري منطلقا وحاضرا على المركز الثاني ليقدم لنا الساعة، بينما في المركز الثالث هناك الوصول في هذه اللحظات وهذا الانطلاق في هذا الحضور من وجود هملولة سعيد بن حران بن سعيد اليابري على المركز الثالث المركز الرابع. هنا أتابع الوصول في هذه اللحظات وهذا الانطلاق من زريق حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الكتبي يقدم لنا زريق على المركز الرابع. المركز الخامس هناك الشاهنية سعود بن محمد بن ناصر الشامسي، وعلى المركز الخامس بهذا الوجود تنطلق به هقوة عبد الله بن سعيد بن حب العامري على المركز الخامس، بينما في المركز السادس هناك الوصول أيضا بانطلاقة وحضور هذا الاسم من وجود الشاهنية سعيد يابر عبد الله مقدما هذا الانطلاق مع هذه اللحظات. هكذا نتيجتنا، هكذا نداءنا المكمل للست المراكز الأولى الحاضرين بقوة ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف التحضيرات المسبقة لهذا الموسم بداية جميلة لهذه الأسماء وهي تبشر بالخير دائما في المنافسات، تبشر دائما الملاك والمضمرين بوجود منافسة ونيل إن شاء الله انطلاقات مميزة مع هذه الرياضة في الانطلاقات القوية ألا وهي المهرجانات القادمة بمشيئة الله تعالى. عودة من جديد إلى شعارك الحميدي، شعار الحميدي بن خويتم منطلقا مع المركز الأول مقدما لنا ريمة حمد بن خويتم بن بخيت العامري على المركز الأول. الله الله يا بن خويتم، الله يا أبو سعيد، هذه هي ريمة 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 على المركز الأول. حيك وحيها، حيك وحيها بهذا الأداء الجميل الذي تقدمه بالمركز الأول على بداية الشوط. حافظ على هذا المركز يا الحميدي، بينما في المركز الثاني التقدم بدأ من الساعة مسلم بالطير بن سهيل العامري، هذا هو أحد الشعارات المميزة كذلك في هذه الرياضة، بينما في المركز الثالث المتقدمة والحاضرة على المركز الثالث مع هذا الأداء من هقوة عبد الله بن سعيد بن حب العامري على المركز الثالث المركز الرابع. روعة يا روعة، ما أروعك يا روعة. حمد بن علي بن سويدان الكتبي مقدما لنا روعة. المركز الخامس شعار الشقي قادما بانطلاقة الشاهنية سعيد يابر
بن عبد الله الحربي الذي يأتينا بهذا الأداء الجميل هنا ليقدم لنا هذا الاسم على المركز الخامس من خلال هذه اللحظات. وسادسا شعارك يا ابو الضعيف، شعار ابو راشد باول ظهور في هذا الموسم مقدما لنا زريق حمد بن الضعيف بن غدير الاكتبي بمتابعه الطويل سعيد بن هدوب العمري هنا بهذه الانطلاقه المتميزه، كذلك الاسماء الاخرى مصورنا يتجول ما بينهم البين ليعطينا الصوره الكامله لجميع الشعارات الموجوده مع هذا الشوط. ولكن عودتنا من جديد الى المقدمه الى المركز الاول. الله وين 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 بن خويتم، وينك يا ريمه 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 كريم ريمه كريم على المركز الاول. هذا هو اداء الجميل الذي تقدمه بالمركز الاول على الصداره والمقدمه حمد بن خويتم بن مخيت العامري. شعار بالطير خطير، مسلم بالطير بن سهيل العامري يقدم لنا الساعه على مركز الوصافه في هذه اللحظات الجميله. بينما هناك ولكن عفوا هذه هي روعه، حمد بن علي بن سويدان الاكتبي على المركز الثاني الذي يقدم روعه. ثالثا هناك الساعه مسلم بالطير بن سهيل العامري، والمركز الرابع المتقدمه من خلال هذه اللحظات الا وهي القادمة هقوى عبد الله بن سعيد بن حب العامري الذي قدم هقوى عرى أيضا على المركز الخامس في هذه اللحظات. الذاير محمد بن معتوق العامري تابعنا تألق في بداية هذا الموسم كبداية افتتاحية لهذا الشعار في تألق في تمهيدية المرموم، وأيضا يقدم لنا هذه الأسماء بداية موفقة لهذا الشعار، وكذلك وصول شعار سعيد يابر عبد الله الذي يأتينا بهذا الأداء الجميل مع الشاهنية. الشاهنية قادمة في هذه اللحظات، ولكن وين 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 بن خويتم وأداءه؟ الكيل الأخير، الكيل الخطير، الكيل المثير، الكيل الخطير مع المركز الأول مع ريمة ريمة يا ريمة حمد بن خويتم بن بخيت العامري الذي يقدم لنا ريمة على المركز الأول. المركز الثاني الشاهنية سعيد يابر عبد الله يقدم الشاهنية، ولكن التنافس المثير، التنافس المثير، التنافس المثير الذي نحسم به الموقف الأخير مع انطلاقة ريمة. ريمة على المركز الأول. المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات الشاهنية سعيد يابر عبد الله مقدمة للشاهنية على المركز الثاني في هذا الانطلاق المثير. إلى أين الانطلاق؟ الله يا ريمة والشاهنية، الشاهنية غير أبو حمدان شعار الشقي الذي ينطلق بالمركز الأول. سعيد يابر عبد الله مقدما لنا الشاهنية على بداية الانطلاق على المركز الأول. هذا شعارك يا سعيد يابر الذي ينطلق بالمقدمة مع بداية الانطلاق. ريمة في المحاولات الأخيرة، ولكن ولكن الشاهنية، الشاهنية، الشاهنية على المركز الأول على بداية الانطلاق. سلام سلام بو حمدان، سلام يا سعيد يابر على هذا الفوز الذي قدمت الشاهنية بالمركز الأول. المركز الثاني القادم أمنا أمتاع أمتاع محمد بن حمود بن ميرين، ولكن تهانينا يا سعيد يابر عبد الله على فوز الشاهنية. المركز الثاني أمتاع محمد بن حمود بن ميرين، الثالث ريمة حمد بن خويتم العامري المركز الرابع، محمد بن محتوق العامري المركز الخامس، يذهب إلى شواهين حمد بن عصري بن حب العامري المركز السادس. هناك الانطلاق من هقوى عبد الله بن سعيد بن حب العامري. تهانينا والناموس لمالك الشاهنية سعيد يابر عبد الله على فوز الشاهنية بالمركز الأول بدون أوامر. التوقيت 8 دقائق 28 ثانية. تهانينا والناموس للفائزين.